يعني هذا الشيء اللي تقولي لنا دابا اعطيك بالي مزيان، ولكن ملي تمشي نتعاملوا يعني نحطوا المسائل ديالنا كنلقاو مشكل اخر، وفي الاخر ما كاينش اللي مزيارنا بزاف قد كورونا. واش تابع عليكم؟ جاوبني يا استاذ مباشره باش نكمل معاك. نسمع الأسئلة كلها. إذا كورونا بوست فيها ناضو زيرو، درنا جمعيات، درنا جمعية ودرنا معها اتفاقية مكتوبة على الأزمنة وعلى سميتو وعلى الوقت. مثلا تجي الدار ديالنا مقيمة 24 ساعة يكون عندك مكتوب، وفي الآخر ما كاينش. تنحطوا واحد الضمان عندهم فلوس، تنحطوا ضمان دايرين معاها 8 أيام، يعني 8 أيام ما تيرجعناش على شهرين وشهر تينقصوا منهم. يعني الصراحة الصناعة التقليدية مهلوك في هذه الطريقة، مهلوك مهلوك. كيفاش الفساد كينقصوا؟ مثلا أنا حطيت مثلا 10000 درهم ضامن، ديت السلعة ديالي، ديت السلعة ديالي، وقت شحال ترجع؟ ملي غترجع؟ غترجع 10000 درهم. قلنا يخلي نقصوا منا شي حاجه، مثلا الا كان شي اجراءات شي 100 درهم ولا جات تنقص منا 400 درهم للفوق. علاش خاصها ترجع الفلوس مشات بزاف؟ نعم علاش خاصها ترجع لعندك اذا كانت واخده بزاف؟ ما فهمتش. هذا ضمان، ضمان، هذا ضمان، هذا ضمان كارانتي. كنت نحط انا باش نخلص السلعه ديالي كنحط كارانتي. سي سحنون. نعم سي سحنون، اذا سمحتي لي غير واحد الملاحظه، هو هاد الاسئله الخدمات.